هكذا يداعب الموريتانيون شواطئ المحيط الأطلسي، إنها ثروتهم المجانية من بين عدة ثروات منحها الله على كاهل مياه الساحل البحري الذي يشغل حيزا واسعا من الحدود الموريتانية. التغيرات المناخية التي تحملها الأيام المتعاقبة تجعل البعض يلجأ إلى الشاطئ علّه يحمي نفسه من حرارة لن يجد لها من ملطف غير الأجواء الرطبة الناتجة عن تكسر الأمواج. البحر زي ما شاء الله زمن الصيف الناس تقيس بليديات الخارج وكان ما شاء الله هناك شوط بحر زي ما شاء الله وكبير زمن العطلة الناس تستراح وتقربح تراح وكان ما زي ما شاء الله. هي السياحة عينها تلك التي تجعل البعض يتنقل إلى هذه الشواطئ، لكن انعدام الأمن يحرم كثيرين من التمتع بهذه الأجواء المريحة والتي يحتاجها المواطن المثقل بهموم وإزعاج ضوضاء المدينة. هذا الأجواء راه ملك زينين وزين حتى قاعد مولي يعودوا السلطات هون ياسرين هون في ياسر من 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 مشاقبين هون تياها يلا يعودوا السلطات طارحين لبال للبلاصة لمن يعود باطل لمن يعود خالق. وبالنسبة للشاطئ ما شاء الله زين. شواطئ غانية اسم طالما أطلق على الشواطئ الموريتانية، لكن افتقار هذه الشواطئ لبنى تحتية وعدم الاهتمام بنظافتها أمور من بين أخرى قد تنال من سمعة الساحل الذي يحمل أهم ثروات البلاد. الشواطئ زينين، نحن الموريتانيين ما نصيبوا عنهم بهم اللي زين يجيهم حد ويتقروح فيهم وكامل خاصهم نظام يفتقدوا النظام بهم ما هم ذلي الناس اللي على الزوتيل ما هم قابضين بهم ما ينظموهم مسخين وذا كامل. أيا يكن فإن ممارسة الرياضة والاستجمام بشاطئ المحيط الأطلسي سيبقي على العلاقة الحميمية بين الموريتانيين وأمواج البحر. لا يقتصر عطاء الساحل المحيط الأطلسي على الثروات السمكية والنفطية والغازية فحسب، فخلقه لمنطقة سياحية توفر الراحة لزائريها لا يعد ثروة مجانية إن تم استغلالها على الوجه المطلوب. أحمد نسيد أحمد من شواطئ المحيط الأطلسي، نواكشوط، الساحل تيفي.